أفضل لحظة بدوري أبطال أوروبا بالنسبة لي هي كانت أسوأ لحظة. ليش؟ لأنه هيدي اللحظة يلي اخترتها هي لحظة إصابة نجمنا العربي الدولي الجزائري الأول إسماعيل بن ناصر لعدة أسباب. السبب الأول إنه هو هيدا جزائري، يعني مجرد ما تقول جزائري يعني حبيبنا، يعني حبيب الملايين، يعني نجم العرب، يعني خلص جزائري بيدخل على القلب دغري بتحبه. السبب الثاني خيي هو اسماعيل بن ناصر وانا سليم ناصر، يعني زلمه قرايبتي، زلمه من عنا، زلمه جماعتنا، نفس العائله بتدقوا بعائلتنا. لا، السبب اللي بعده السبب الفني، لانه هيدي الاصابه اجت اصابه على مستوى الركبه وانهت موسم اسماعيل بن ناصر. السبب الاهم من هيدا كله انه بهيدي المباراه الصافيه اسماعيل بن ناصر ببدايتها، وليش ببدايتها انصاب وكانت اصابه مؤثره جدا؟ لانه اسماعيل بن ناصر بتعرفوا اهميته انه هو مفتاح لعب اساسي بالميلان، وبالتالي لما خرج مصاب تدهور الميلان وخسر المباراه، لانه لو كان اسماعيل بن ناصر موجود فيها كان في كلام تاني، كانت نتيجه المباراه اكيد ما حتكون هيك. خلينا نشوف نحن وياكم فيديو الاصابه ونعلق عليه سوا. عم نشوف بالفيديو كيف يا خيي ثلاث لاعبين طليان من الانتر مغطيين على بن ناصر لما كان حامل للكره بدون شيء، بدون ما هيك ما بتحكي انت ثلاث لاعبين، اذا كان ثلاث لاعبين عاديين انت حتقول في اصابه، انت حتقول انه شو هاللاعب المهم هيدا. فكيف اذا عم نحكي عن اسماعيل بن ناصر؟ كيف اذا بنقول ثلاث مدافعين من مين طالعين من الانتر؟ والاكثر شيء يعني خلاني انا هيك ردة فعلي كانت كثير 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 حزينه لما شفت هيدي اللقطه اللي عم تشوفوها، كيف خرج ومصاب وحزين وعم يظهر وعم يعرج. هيدي انا ما بتمنى اشوفها لعدوي، فكيف لحبيب قلبي وابن جلدتي وابن عائلتي بن ناصر؟ فعلا لحظه مؤثره مش ممكن انساها.